انا مش عارف اي تاني بقى جديد. بصي انا I will I will I will I will I will save ال I will save ال ال screen اللي انا عملته ده احطه في ال OneNote. I am sorry I forgot to record. انا اسف. معلش انا اسفة. وحطك طيب ممكن يبقى فيه زي PDF او Word يعني فيه كل البوينتس اللي حطك عايزنا نكفرها عشان okay. لو حد بس سمعش الحاجة الصراحة يعني. اوكي انت قصدكم في الاسايمنت مفيش مشكلة. الاسايمنت دي يعني ريبورت regarding report points كده كلها عشان تبقى كلها covered يعني. مفيش مشكلة. This is a good one. I will do this. بس يعني تعالوا نعمل دي تعالوا نعملها for ايه؟ For 10 marks؟ 10 marks كويسة؟ قالوها 10 marks. يبقى كده 10 marks quiz. اوكي حلو. 10 marks quiz 10 marks report ده هاخد 10 درجات من السكشن يبقى دي عملنا 7s بتاعنا. بالنسبه لل 12 لو انتوا قدمتوا لي كلكم الكود خلاص هيبقى الكود وخلاص. لو ما قدمتوليش الكود يبقى تعالوا بقى الاسبوع الجاي نعمل لايك كود صغير ولا حاجه عشان هو الديدلاين بتاع الكود ده هيبقى الاسبوع ده النهارده المفروض. تحبوا نخليكم اخر الاسبوع؟ يا ريت. مش عشان نخليها لاخر اسبوع يعني مش لازم اخر اسبوع ممكن مد يومين يعني. ماشي هو دكتور اخر اسبوع يعني مين اللي بيتكلم؟ مفيش مشكله خلاص يا اخر الويك ان شاء الله. سلمي انا عارف في واحد من الزملاء بتاعنا هو اصلا جاله انترنشيب في بنك الاهلي هو مش هيبقى معانا النهارده هيحضر الريكوردنج فكويس انت قلت لي كسب مسابقه في البنك المركزي كان عامل مسابقه فكسب فيها فهو موجود دلوقتي انترنشيب في البنك في البنك الاهلي مش البنك المركزي. فهو مش معانا فكويس انتوا فكرتوني برضه نريكورد خلاص يبقى احنا هنخلي الشغل بتاعنا او التقرير بتاعنا هيتقدم في سوري الكود بتاعنا بتاع البانكرز الجوريثم يتقدم في اخر الاسبوع ان شاء الله. طيب انت معانا محمد؟ انا مع حضرتك. هو لو انا سلمت اوريدي فممكن انا عايش فيه قريب ولا لازم استنى؟ عايز تعمل فيه حاجات تانية؟ لا انا عملت كل حاجه ممكن تعمل. خلاص ده طيب هستنى برضو لغايه اخر الاسبوع ولا لا خليني بس امانج الدنيا اشوف كم واحد سلم واي ويل دو التشيك بتاع البيجرزم عليها واتفق معاك على وقت اللي مفيش مشكله. خلاص تمام شكرا. دكتور هو معلش في الريبورت بالنسبه للينكس هو المفروض ان كل ديستريبيوشن ليها الكيرنل بتاعها. لا مش كل ديستريبيوشن هم كلهم بيبقوا كيرنل واحد. ثانيه مش كل ديستريبيوشن هو كل كيرنل. اوكي وانا قلت لك انا عايز the latest version of the kernel. يعني انت ممكن تشغل اوبونتو على احدث فيرجن بتاع الكيرنل ممكن تشغل ريد هات على الكيرنل الديستريبيوشن is independent from the kernel. The distribution هو الحبشتكينات انا اسف على الكلمه اللي بقولها دي يعني هي ال GUI والتولز اللي حوالين الكرنل لكن اخر كرنل لو بتكلم على كرنل 3.17 مثلا انا مش فاكر دلوقتي هوصل الكرنل كام هو كرنل 3.17 لو شغلته تحت اوبونتو تحت ريد هات تحت اي distribution تاني هو نفس الالجوريزم فانا بقول لك حتى لما اتكلمت معاك وانا بشرح الحته دي قلت لك انا عايز اخر kernel, the most recent kernel, independent of distribution. Okay. هو 3.3 هو في كذا حاجة بس تقريبا هو 5.8 حاجة. I honestly don't know. أنا لو قلت لي دلوقتي أنا مش فاكر إيه آخر kernel فمش هفتي وأقول بس ممكن أبص لك عليها لو تحبني أحدد الكيرنل برضه مفيش مشكلة. حدد لك. ما عشان نبقى عارفين هنسيرش في إيه بالظبط. مفيش مشكلة. خليني أحدد لك إيه الكيرنل في الـ PDF اللي هنقدمه كلكم في الـ يعني اللي انت هتستخدمها عشان تعمل assignment هبعت لك في which version من ال versions بتاعت الكيرنل هتشتغل. تمام. Thank you Maya. اوكي. طيب تعالوا نرجع بقى خلاص احنا خلصنا المالتي ليفل فيدباك كيو وفهمنا الفكره بتاعتها وفهمنا ان هي بت evolve مع طبيعه البرنامج يعني هي بتتغير مع طبيعه البرنامج هي مش ثابته بمعنى ان لو البرنامج اتحول من IO ل CP bound هيتحرك الفيوز اللي تحت لو تحول من سي بي باوند لاي او باوند هتحول الفيوز اللي فوق عشان دايما الكوانتم تايم اللي تبقى اسايند لي والبريورتي اللي تبقى اسايند لي تبقى بريورتي كوانتم تايم مناسبه لطبعته. طيب دلوقتي عايزين نتنقل لنوع ثاني من الشادلينج النوع الثاني من الشادلينج ده اسمه ريل تايم شادلينج. اوكي
Okay. Real time scheduling. وفي الريل تايم شيدلينج يا شباب انا بتعامل مع ريل تايم سيستم ريل تايم سيستم اوكي مين ممكن يقول لي ان ايه ريل تايم سيستم حد ممكن يجسد يقول لي المفروض ان الداتا يعني بيحصل لها فيتشنج وبروسيسنج يعني زي ما نقدر نقول second by second يعني الموضوع مش بياخد وقت كبير slow response خالص يعني ال response time بتاعه بيبقى أقل خالص ممكن two ideas in on second by second processing وقلنا low response time okay هاد عنده المفروض يعني ان هو احنا هنا بنحاول ان احنا نتعامل مع التايم فاحنا نبقى تايم باوندد قوي يبقى عندنا لازم يبقى الـ يعني التايم احنا عارفينه يبقى فيه كونسترينتس معينه للتايم احنا عارفينها حبيبي okay this is the correct answer right so it doesn't have to be fast okay it doesn't have to be fast. Real time is not real fast it doesn't have to be fast ممكن الباس السيستم بتاعي يبقى slow مش لازم يبقى سريع. معنى الـ real time إن هو لازم يبقى bounded by time. اللي قال عليها المؤيد. يعني إيه bounded by time؟ bounded by time يعني لازم الـ task تخلص في وقت محدد. مش لازم الوقت المحدد ده يبقى صغير ومش لازم الوقت المحدد ده يبقى كبير. ممكن يبقى كبير ممكن يبقى صغير. I don't care. بس المهم إن لازم الوقت يكون محدد الشيدلينج الجوريزمز اللي شغاله جارانتي تجارانتي ان لما اجي اشتغل على الشيدلينج بتاعي السيستم ده انا هخلص بالوقت اللي اتحدد اوكي يعني deadlines must be set and obeyed اوكي دي اهم حاجه ان الديدلاينز لازم تبقى ست وبيت فادي بعت رساله ايه الرساله اللي بعتها فادي ماشي اوكي شباب كنا بنقول ايه كنا بنقول ان الريل تايم سيستم لازم الديدلاين must be set and obeyed يعني لازم الاوبريتنج سيستم او اليوزر سوري اليوزر او البروجرامر هيحدد الديدلاين والاوبريتنج سيستم لازم تجارنتي ان الديدلاين اللي انا حددته كيوزر هلتزم بيه. اوكي؟ مفهومه دي ولا لا؟ تمام. بيرفكت. تمام يبقى تاني ان الاوبريتنج سيستم اللي شغاله ريل تايم doesn't have to be fast. It has to obey the deadlines. دي اهم حاجه. عشان كده الريل تايم سيستمز مش حلها ان انا اجيب بروسيسور سريع. انت لو عندك سيستم مش ريل تايم وانت عايز تحوله ريل تايم مش حلها ان انا اجيب بروسيسور سريع قوي مش هتتحول لريل تايم ان ترتيب التاسكس في حد ذاته الترتيب مين يشتغل الاول لازم يوبي الديدلاين لازم ياخد في اعتباره الديدلاين اللي محدده اليوزر او حدده السيستم البروجرامر لكن مش لازم يبقى سريع مش مهم ان ابقى سريع قوي بس ما رتبهمش صح لو كنت سريع وما رتبتش التاسك صح في بعض من الديدلاينز برضه هتروح مني. تعالوا نفهم الفكرة دي أكتر. What does this mean? What does this mean? أنا عملت switch للوايت بورد بس عشان أقدر أرسم، أوكي؟ okay? عشان في المرحلة دي هنضطر نرسم كتير. فالوان نوت عندي مش عارف ليه مش بيرسم كويس على المايك. طيب. تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه المعنى بتاع اللي انا بقوله ده. تعالى نتكلم على طبيعه التاسكس الموجوده في ريل تايم سيستمز ونحاول نشوف ازاي ممكن نتعامل معاها. معظم التاسكس الموجوده في ريل تايم سيستمز بتبقى من one of two types يا اما periodic tasks يا aperiodic tasks. Aperiodic tasks بتريبيت نفسها كل شويه.
مثال لحاجة زي كده لو انت شغال في embedded system مثلا بيتحكم في تصنيع كيميكال معين في المصنع، فانت محتاج تقيس مثلا مستوى الاسيديتي او الحمضية بتاعت السولوشن بتاعك كل دقيقتين. That's a periodic task. تاسك محتاج كل شوية يقرر نفسه، وأغلبية التاسكس في الريل تايم سيستمز بطبيعتها كده. و it is easier لينا احنا كالناس بنعمل operating system ان احنا نتعامل مع periodic tasks. معظم الشغل اللي انا هتكلم عليه في الكورس بتاعنا at the level of the undergraduate على الاقل اللي احنا فيه هيبقى بتتكلم على periodic tasks. لو دخلنا postgraduate دخلنا real time systems او advanced OS ممكن نتكلم على aperiodic tasks. It is much more difficult. الابريوديك تاسكس بتتنفذ مره واحده. To be quite honest احنا متعودين على الابريوديك تاسكس، يعني معظم التاسكس اللي انت بتشغلها على جهازك انت هتشغلها مره واحده وخلاص، يعني هي مش بتشتغل بشكل منتظم، يعني هتشغل وورد هتكتب اللي انت عايزه تمسحها او تقفلها، قصدي انا اسف، هي مش شغاله كل ثانيتين. لكن في معظم الامبيدد سيستمز ومعظم الريل تايم سيستمز التاسكس بتاعتي بتبقى بريوديك، زي ما انا قلت بتقيس درجه الاسيديتي بتاعت سولوشن، درجه الحراره بتاعت مفاعل نووي، حاجة periodic بتحصل بكل بفريكونسي معينة كل ثانيتين كل ثلاث ثواني عشان تقدر تبروسس الحاجة اللي موجودة عندك. فطبيعة التاسكس البريودك تبقى شكلها كده. بص اوكي الاسهم دي معناها التاسكس هنا هتبدأ، كل ما طلع سهم كده يبقى التاسك بدأت. التاسك هنا بدأت هنسوم في تايم زيرو، والنسخة الثانية بتاعتها هتخلص هتبتدي في تايم 10، والنسخة الثانية في تايم 20، والنسخة الثانية في تايم 30. بنسمي التاسك اللي بالطبيعة دي periodic task. من أول لما هي بدأت لغاية لما النسخة الثانية بتاعتها تيجي، الوقت ده اللي موجود هنا ده بنسميه ال period بتاعتها. وال symbol بتاعها في ال real time systems هو T. T that represents a time من اول لما ال first instance بتاع التاسك يشتغل لغايه لما ال instance الثانيه تشتغل، وطبعا ما بين ال instance الثانيه والثالثه، يعني ده برضه تي وده برضه تي. هنا في المثال ده تي بتساوي كام؟ 10. So this task has a period of 10 time units, seconds, milliseconds, microseconds, I really don't care. 10 time units. طيب ال periodicity بتاعت التاسك اللي هو الوقت اللي هي بتريبيت فيها is a natural deadline. هو deadline طبيعي للتاسك. معناها ايه؟ لو في تاسك بدأت هنا I really want to finish processing it هنا اثناء الوقت ده. I process the task اثناء الوقت ده قبل لما النسخة الجديدة تشتغل، عشان لو النسخة الجديدة اشتغلت مفيش معنى للنسخة القديمة. For example لو انت بتقيس درجة الحرارة وبتعمل action على درجة الحرارة اللي موجودة عندك، فأنت لو قيست درجة الحرارة أول مرة وما خدتش عليها أكشن، لما تقيس الدرجة الحرارة الجديدة الدرجة الحرارة القديمة بالنسبة لك ملهاش معنى، صح؟ أنت هتبروسس درجة الحرارة، درجة حرارة جديدة، دي اللي هتاخد عليها أكشن دلوقتي. فلازم التعامل مع درجة الحرارة القديمة تتم داخل التي. أوكي؟ فيوجولي إحنا في المودلز اللي إحنا هناخدها هيبقى التي اللي هو البيريود بتاع التاسك بيساوي الدي. اللي هو ايه؟ الديدلاين. اوكي؟ يبقى البيريود بتاع التاسكس في اللي احنا هنعمله is usually equal to its deadline. حد عنده اي كومنت او اي سؤال في الحته دي؟ لا. طيب يبقى دلوقتي البيريود بتاع التاسك is the natural deadline بتاع التاسك such that التاسك بتاعتي لازم تخلص قبل الايه؟ البيريود ده ما يخلص. To be quite honest هي مش لازم تخلص في اول الوقت ده، ممكن تخلص في الاخر، يعني هي عندها الحريه تشتغل في اي وقت من اول هنا لغايه هنا such that قبل ما التاسك الجديده تبدا اكون مخلصها. طبعا التاسك دي تبقى ليها execution time. في الريل تايم سيستمز هستاذنك بنسمي الاكسكيوشن تايم بتاع التاسك بدل ما يسموها E for some reason بيسموها C، بالتالي computing time جايه من computing time. فإذا الـ execution time بتاع tasks بنسميها C. وفي الـ real time systems I'm sorry you have to calculate الـ execution time. لو انتوا فاكرين لما اتكلمنا الأسبوع اللي فات قلنا it is very difficult to calculate الـ execution time، بس you really have to calculate it، لازم to calculate it في الـ real time systems. عشان كده الـ real time systems عامة التاسك الواحدة بتبقى صغيرة و very very small وبتعمل specific task معينة، ما تقدرش تكتب
تاسك فيري كومبليكيتد. لو عملت تاسك فيري كومبليكيتد الاكسكيوشن تايم بتاعك مش هتعرف تحسبه. بس في كل الحالات اذا كانت صغيره او كبيره انت بتحسب الورست كيس اكسكيوشن تايم. بس انا جيب نسميها worst case execution time. Okay? Worst case execution time. لو worst case scenario execution time بتاع التاسك ده هيبقى قد ايه؟ مفهومة لغاية دلوقتي يا شباب اللي انا بقوله؟ حلو قوي. عايز حد منكم كده كويس ياخد 5 درجات؟ حد ايه يبقى ايه ياخد 5 marks كده كويسة عشان لو الامتحان اللي فات ما عملناش فيه كويس او اي حاجة؟ يقول لي اللود العبء او اليوتيلايزيشن، انا بنسميه يوتيلايزيشن في الريل تايم سيستمز، بس هي ترجمتها العبء. التاسك دي هتحط عبء كم في الميه على البروسيسور؟ سبيسيفيك نمبر يعني او فورمولا؟ هتحط لود قد ايه على البروسيسور؟ ها مش برسنتج من مجموعهم كلهم كام تاسك هتنفذها على تايم قد ايه؟ ايوه هتبقى برسنتج يعني لو احنا قلنا هنا ان هم 3 تاسكس تبقى 30% يوتيلايزيشن. يعني ايه علاقه بالبيريد بتاعها؟ مين قال عمر قال ايه؟ انا قلت كل ما البيريد تطول كل ما يعني كل ما هتبقى البرسنتج البيريد بتاعتها بالنسبه للكوانتم تايم حاجه بتقالي كده يعني قربت، بس هي مش كوانتم تايم بس قربت. كل ما البيريد تكبر تبقى ايه عمر؟ معلش عشان بس افهم ده قلت برسنتج بتاعها على السي بي يو هيعلى. انا زعلان يا عمر، انا زعلت. كل ما البيريد تزيد معناها ان انا ببعد الفترات ما بين كل اكتيفيشن للتاسك، يعني التاسك مش هتبقى اكتيفيتد از اوفن. مش عارف اقولها بالعربي دي كويس، يعني ايه از نوت. ايوه احنا هنا بنتكلم على بروسيسور مالتي كور ولا سنجل كور؟ سنجل كور. دكتور لو صغرت اللي هي التي اللي هي المسافه هيحصل زي زحمه يعني؟ برافو عليك. لو قللت تي هيحصل زحمه. برافو عليك. كل ما قلل تيك تاسكس كتيره هتطلع، فالعبء اللي على السيستم هيزيد، اللود اللي على السيستم هيزيد. انتوا كلكم دلوقتي كده فهمتوا الفيزيكال مينينج. لما البيريد تزيد اللي هي تي تزيد اللود هيقل، لما تقل هيحصل زحمه فاللود على البروسيسور هيزيد. بس سؤالي احسبها ازاي؟ التايم البروسيس الواحده على التوتال تايم بتاع البروسيس. التايم بتاع البروسيس الواحده الاكسكيوشن بتاع البروسيس الواحده مقسومه على البيريد الواحده. طب انت ممكن تقول لي لا يا دكتور شريف، انت قلت لي في 3 تاسكس هنا شغالين والمفروض نجيب التوتال اكسكيوشن تايم على التوتال وقت ده. اوكي، بس انت لو جبت التوتال اكسكيوشن تايم هما 3 صح؟ هيبقى 3 سي. والتوتال تايم بتاعك هيبقى كام؟ كام تي؟ 3 تي برضه. 3 هتروح مع ال 3، هي في الاخر هتصفصف. الاكسكيوشن تايم بتاع التاسك الواحده مقسومه على البيريد تي الواحده. سي على تي هيدي لك البرسنتج بتاع السي بي يو اللي هيتحرق عشان التاسك دي تتنفذ. مفهومه دي ولا لا؟ مفهومه. حلو قوي. وده بنسميه اليوتيلايزيشن. وزي ما انتوا كده اتكلمتوا وانتوا بتتكلموا الشروق قالت ان كل ما اقلل البيريود كل ما انا هعمل زحمه على البروسيسور، فكل ما اليوتيلايزيشن تزيد. طبعا كل ما اليوتيلايزيشن تزيد يبقى الضغط زاد على البروسيسور، يبقى صعوبه ان انا اجيب كل الديدلاينز اقابل كل الديدلاينز وما اخسرش اي ديدلاين هتبقى اكتر. فكل لما البيريود يقل كل ما صعوبه الشيدلينج تزيد عليا، عشان كده عندي زحمه، والزحمه دي انا لازم اجارنتي في وجود الزحمه دي ان انا هميت كل الديدلاينز اللي موجوده. مفهومه كده؟ حلو قوي. هدي لك مثال للتو تاسكس ونتكلم مع بعض على اول فكره مبدئيه للشيدلينج. هستاذنك النوع الاولاني من الشيدلينج اللي هنتكلم عليه بنسميه static priority scheduling. كلمة static يعني ايه يا شباب في computing؟ حاجة ما بتتغيرش. حاجة ما بتتغيرش. ف static priority scheduling معناها ال priority بتاعت التاسكس مش هتتغير. اوكي؟ طبعا ده يديك حق ان انا هستخدم priority.
إذن أنا عايزين نطلع طريقة لأساينينج priorities، طريقة لأن أنا أدي priorities مختلفة للتاسكس. الطريقة اللي أنا هديها دي أولاً static، يعني priorities اللي أنت هتحطها هتبقى ثابتة مش هتتغير أثناء lifetime تاع البروجرام ده. أول حاجة. تاني حاجة، الطريقة أو الـ way of assigning priorities للتاسكس اللي أنت تعملها should be able to guarantee that deadlines are met. يعني الطريقة اللي أنت هتحدد بيها الـ assigning الـ priorities دي هتسمح لي ان انا اميت الديدلاينز بتاعتي. مش عارف اقولها ميت بالعربي كويس، مره بقول اقابل الديدلاين، في لما قلتها بكده واحد ضحك فانا مش عارف اقولها ايه بالعربي بصراحه، بس I need to meet the deadlines، لازم اخلص قبل الديدلاينز based على البريوريتيز اللي انا هعمل لها اساينمنت. طيب هسه انا هرسم لك اثنين تاسكس كده وعايزين نتناقش مع بعضينا احنا مع بعض كده واحنا قاعدين دلوقتي البريوريتي بتاعتي تبقى ايه. التاسك الاولانيه اهو، بص اهو في تاسك هنا وفي تاسك هنا وفي تاسك هنا اهي، فكلها في التايم يونت ده. البيريد بتاعتها 5، فده 0 5 10 15. والتاسك الثانيه اهي، التاسك الثانيه نقول البيريد بتاعتها 10. اوكي، مين ياخد بريوريتي اعلى وليه؟ الأقل بالظبط، اللي ليها period أقل صح؟ بالظبط. ليه؟ عشان الديدلاين بتاعتها إيه أخباره؟ هيخلص بدري، أقرب، صغير، بدري، صغير. وده ده أنتوا بتعملوه في 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 شو؟ أنت فاتحة الكاميرا، أنت قصدك تفتح الكاميرا؟ لا مش قصدي، أقفلها بس عشان الـ privacy بتاعتك. تمام، سوري. نو بروبلم. طيب أنا كنت بقول إيه؟ فكروني. بقول هيكتب الحاجات اللي كنا بنعملها على دي تفكرك بالطريقه اللي انت بتذاكر بيها. افترض عندك امتحان بيجي كل يوم وامتحان بيجي كل 5 ايام، لما هتيجي تذاكر هتدي برايورتي لمين؟ ذاكر مين؟ اللي كل يوم، بيجي كل يوم. فاحنا كهيومن بينجز احنا بننفذ الفكره دي. عارف الفكره دي اسمها ايه؟ الفكره ده الجوريزم اسمه ار ام اي او ار ام اس. ار ام اي يعني ريت مونوتونيك شيدولينج، ده لو بالاس معلش، او ريت مونوتونيك الجوريزم لو بالاي، هي نفس الفكرة. بيقول لك انت هتassign priorities fixed، هتبص على periods بتاع كل التاسكس الموجودة عندي وتassign priorities. لو افترض ان الرقم الأصغر هو priority الأعلى، انت هتدي ده priority 1 وده priority 2 وهتschedule according to these priorities preemptively. يعني ايه preemptively؟ يعني هعمل scheduling preemptively؟ شروق، يعني هعمل scheduling preemptively؟ انت فتح المايك، سألت سؤال قفلتي المايك، ماينس 5. انا ما سألتش سؤال. انا لا، انا اللي سألت سؤال، رحت انت قافله المايك على طول. لا عشان لقيته مفتوح فكانت الفيديو والمايك، انا بس مش عارفه الفيديو كان ايه باين، بس بسأل مش عارف. لا اتس اوكي، انا بسألك يعني ايه شادل بريمتيف؟ لا ما اعرفش يا دكتور. طيب عبد الرحمن، يعني ايه شادل بريمتيف؟ ايوه دكتور، يعني ايه شيدولينج بريامتيفلي؟ انا هشيدول اكوردنج تو ذا برايورتيز اللي موجوده عندي بريامتيفلي. يعني ايه؟ يعني ايه بريامتيفلي؟ يعني مش عارف معنى الكلمه. انا زعلان. طب يعني ايه بريامتيف شيدولينج؟ هو ده اللي هو عامل شيدولينج بان انا ديفايد التايم بتاع البروسيسور لكل سي بي يو اديها تايم سلوت، يعني نوت نيسيسيرلي كل حاجه اديها تايم سلوت. ده نوع من البريامتيف اسمه راوند روبن. بس كلمة preemptive scheduling معناها ايه؟ ان كل ما حاجة جديدة تطلع ناخد الـ higher priority نعمله الأول بعد كده نشوف الـ lower priority. طيب هو كلمة preemptive احنا قلناها قبل كده، انا هقولها تاني دلوقتي، انا اشبهها لك بالديمقراطية، انا قلتها قبل كده اشبهها لك بالديمقراطية. احنا عندنا two types of scheduling algorithms، preemptive و non-preemptive. الـ non-preemptive التاسك بتدخل لغاية لما ايه؟ تخلص،
صح؟ طب لو جه حد بريورتي اعلى مني مش هطلع، ده النون بريمبت معايا. يبقى انت لو عندك تاسك دلوقتي بريورتي قليله وشغال على السي بي يو وجت تاسك بريورتي اعلى، لو انت شغال نون بريمبتيف هتكمل في مين؟ القليل. القليل. لكن في البريمبتيف انت هتشيل القليل والهاير بريورتي تاسك هتدخل مكانه. اوكي؟ البريمبتيف شيدلينج، لما اقول لك ام شيدلينج بريمبتيفلي معناها ان لو جات لي هاي بريورتي تاسك وكانت لو بريورتي تاسكس موجوده هتشيلها وتدخل مكانها. دي مهمه قوي. لو هي نون بريمبتيف الريل تايم سيستم مش هيشتغل. عشان الريل تايم سيستم يشتغل لازم يبقى بريمبتيف شيدلينج. يعني ايه بريمبتيف شيدلينج؟ يعني يشيل التاسك اللي ليها لوور بريورتي لو كانت شغاله ويدخل مكانها. It has to do this. دي مفهومه ولا لا يا شباب؟ دي مفهومه؟ تمام. اوكي. بيرفكت. ال RMA او ال RMS لما جم عملوه اكتشفوا ان هو بيشتغل اولا سهل قوي الالجوريزم ده، كل الاوبريتنج سيستمز عندها priority scheduling او some sort of priority scheduling mechanism هي هتستخدمه. ثانيا it's very easy to implement. يعني هو if statement، شوف مين البريورتي بتاعته اعلى بعد كده شغله. للاسف لما عملوه لقوا ان هو ما بيستغلش كل السي بي يو لغايه حوالي 60%. لو انت عملت لود على السي بي يو يوتيلايزيشن تساوي 60% هيشتغل. بعد ال 60% بيبتدي الديدلاينز تروح مني. هستاذنك انا هطلع لك الفورمولا دلوقتي اللي بتقول لك اليوتيلايزيشن او نسبه اشغال السي بي يو بالظبط اللي بعدها الالجوريزم ده بيبوظ. هطلعها لك زي ما احنا متفقين، انا ما بحفظش وانت ما تحفظش. فانا هقول لك اهو RMA utilization limit، بطلعها من ويكيبيديا اهو اهي. RMA utilization utilization limit. اهو ادي الايكويشن بتاعته، اهي الايكويشن بتاعته. بتقول لك لو اليوتيلايزيشن بتاع السيستم بتاعتي اقل من او تساوي ان في 2 باور 1 على ان ماينس 1، لو انا اليوتيلايزيشن بتاعتي اقل من او تساوي اليوتيلايزيشن بتاعتي اقل من او تساوي الرقم ده، انا كل الديدلاينز بتاعتي I will meet them successfully وهخلص قبلهم. لو انا اليوتيلايزيشن بتاع السيستم بتاعي زاد عن الايكويشن دي مش هعرف اجيب الديدلاينز، في حاجات هتقع. طيب هستاذنك اول حاجه تعالى نفهم يعني ايه ان. ان هي number of tasks الموجوده، number of tasks. في المثال اللي انا حاطه دلوقتي قصادك الان بكام؟ بداتا ها؟ كم؟ مش اللي هي المفروض تبقى باثنين؟ اثنين، عشان there are two tasks. هتبقى عندك هنا 2 باور 2 سكوير روت 2 يعني، تبقى 1 على 2 ناقص 1، حد يحسبها لي دي تبقى كم؟ سكوير روت 2 تبقى كم؟ اهو هطلع الكالكوليتر عندي انا. 2 سكوير روت ناقص 1 مضروبه في 2 تبقى 0.83. 0.83 اوكي. يبقى انا لو اليوتيلايزيشن بتاعتي اقل من 83% اقل من 83% من السي بي يو مشغول، انا التاسكس اللي موجوده عندي دي انا ممكن ايه اقابل كل الديدلاينز. I can meet all their deadlines. لو زدت عن 83 ببوينت حاجه الدنيا هتبوظ عندي. مفهومه دي ولا لا؟ مفهومه؟ اوكي. طيب السؤال اللي المفروض يتسال، طيب ازاي بحسب اليوتيلايزيشن بتاع التاسك؟ ازاي بحسب اليوتيلايزيشن بتاع السيستم؟ احنا اوريدي شفنا ازاي بنحسب اليوتيلايزيشن بتاع تاسك واحد، يعني بنقدر نشوف العبء ان السي على التي. سي على التي. طيب عشان اعرف العبء ده كمان برضه سي على تي. برافو عليك، تضيفهم على بعض. هتبقى سي 1 على تي 1 بلس سي 2 على تي 2 يديتك التوتال يوتيلايزيشن، التوتال لود اللي اتحط على
البروسيسور. فده لو حط ادالك لود 16% وده ادالك 30% يبقى التوتال لود على السيستم 46%. ده العبء الكامل الموجود على السيستم. لو العبء الكامل ده اقل من او يساوي في حاله التو بروسيسز 0.83 اوكي بيرسنت، يبقى انا ممكن كل الديدلاينز بالار ام اي او الار ام اس الجوريزم اقدر اجيب الديدلاينز كلها. مين يقول لي فكرني الار ام اس الجوريزم بيعمل ايه عشان بس ما بقاش ان انا قلتها بسرعه والناس ما فهمتهاش. الار ام اس بيعمل يروح على التاسك اللي اكتر بريوريتي بالظبط، بريوريتي اعلى يروح لها سويتش بالظبط كده. الار ام اس الجوريزم اللي بيعمله ان في بدايه السيستم بيز على البيريد بتاع التاسك بيassign fixed priority static priority fixed priority، والfixed priority ده بيديها لكل تاسك وبيشدل على الاساس ده. يعني لو في كذا تاسك بتكمبيت هياخد التاسك اللي ليها اعلى priority. وزي ما اتفقنا مع بعض ان السيستم ده is ساعدوني ربنا يساعدكم preemptive، بمعنى ان لو كان في تاسك شغاله already بلو priority الهاير priority هتشيلها تدخل مكان. حد عنده اعتراض؟ لا. الدكتور هو بيدي priorities على اساس ايه؟ اليوزر هو اللي بيحدد ولا دي بتبقى حاجه؟ البيريودز. انت لما بتيجي في ريل تايم سيستم بيبقى عندك ميكانيزم جوه السوفت وير اللايبرري بتاعتك، انت بتحدد البيريود. يعني repeat this task after every 5 minutes every 5 seconds repeat this task after every 10 seconds. فهو اوتوماتيكلي واخد القيم دي ويassign priorities in the reverse order بتاع البيريودز. دكتور النت عندي بيقطع قوي. انا اسف. طب بقيت الناس سامعيني ولا برضه بتقطع عندكم؟ لا سامعيني دكتور. طيب عبد الرحمن سامعني كده دلوقتي ولا لا؟ عبد الرحمن عبد الرحمن وقع مننا ولا ايه يا جماعه؟ ممكن. طيب احنا هنكمل، احنا بنريكورد ونسمعها تاني مع بعض. عبد الرحمن لما ترجع تاني احنا بنسجل. اوكي احنا بنسجل، اسمع الكلام ده ان شاء الله. لكن عارف الانترنت وحش. اهو عبد الرحمن دخل تاني. سامعنا دلوقتي عبد الرحمن؟ اه سامعك. سوري الدكتور لا عادي، النت كان وحش قوي عمال يعمل كونكت. عادي ما انت لو فاكر اول محاضره وثاني محاضره. انت سامعني؟ انا سامعك كمان. اوكي طيب تعالوا نكمل. اوكي ادي الايكويشن. تعال نكتب الايكويشن تاني. الايكويشن بتقول ان لو التوتال يوتيلايزيشن بتاعتي اقل من او تساوي n في n power 1 over 2 minus 1 I will meet all deadlines. احنا حسبناها لما كانت n بتساوي 2. عشان نتكلم in general هم حسبوا الليمت بتاع دي، الليمت بتاع دي لما n تروح لانفينيتي. احنا خدنا رياضه ومفروض نعرف تحسب ليمتس، بس مش خليك تحسبها. اوكي هقولها لك انا على طول. لما حسبوا الليمت دي كانت غالبا 67%. ده معناها لما يكون عندك very large number of tasks انت مش هتعرف تجيب utilization اكتر من 67%. لو ال utilization او العبء اللي دخل على ال CPU زاد عن كده ال tasks هتبتدي تقع، مش هتعرف تجيب ال deadline. طيب تعالوا نتناقش حتى صغيره. طيب كده انا بويست قد ايه من ال processor؟ انا بويست في الكيس دي حوالي كام؟ 33% تلت ال processor is wasted. اوكي فطبعا هي ما كانتش the most optimal solution. بس قصاد كده في مجموعه advantages. ايه هي الادفانتجز؟ اول حاجه I guarantee ان الديدلاين هتتقبل، مفيش ديدلاين مش هيجي، والالجوريزم نفسه سريع. الكونتكست سويتشنج تايم عشان ياخد قرار سهل، كل اللي هيعمله هيقارن البريورتيز، يعني يعمل priority queue وياخد التوب بتاع priority queue هو اللي يعمل له شادول. فالالجوريزم سهل ما فيهوش اوفر هيد عالي، والكونتكست سويتش بتاعه قليل. وفي ادفانتج تاني انت هتفهم الادفانتج ده لما ندخل للالجوريزم اللي ورا. بس الادفانتج بتاع الالجوريزم اللي قصادي كالاتي. ايه هو؟ ان انا عارف لما اليوتيلايزيشن تزيد عن دول، لو حصل for some reason انت عملت worst time execution time، عملت worst case execution time، لو زدت عن ال worst case execution time انت عارف مسبقا مين التاسكس اللي هتقع، مين هم التاسكس اللي هتقع. Which tasks will drop first? لا أكيد usage عالي. عالي ال usage. ماشي لما ال usage يزيد صحة كبيرة. Will drop
IT tasks. التاسكس اللي هي بيريدز عالية هي اللي تبقى دروبت الأول. أنا عارف مسبقا لما هاجي أدروب مين اللي هيدروب. ودي مهمة أوي في الريال تايم سيستمز. وأنت بتصمم ريال تايم سيستمز أهم حاجة البريدكتابيليتي. Predictability. Okay. Predictability اللي هي الإمكانية إن أنت تعمل prediction، تقدر تتوقع إيه اللي هيحصل. طب دي مهمة ليه؟ إن معظم الريال تايم سيستمز اللي إحنا بنعملها هي hard real time systems. أنا آسف كنت بقول الكلمة دي من البداية بس أنا هقولها لك دلوقتي. طيب يعني إيه hard real time system؟ Hard real time system هو real time system لو أنت ما جبتش الـ deadline أو ما قابلتش الـ deadline اللي أنت المفروض تلتزم بيه هيحصل كارثة. مش هيحصل inconvenience، لا هيحصل كارثة. For example let's assume ان انت بتتكلم على a guidance system بتاع missile اللي هو صواريخ. اوكي ده لو انت don't meet the deadline ممكن تعمل الفرق بين انت hit the military target او hit the civilian area. لو احنا بنتكلم على ال control system بتاع nuclear reactor مفاعل نووي، الفرق بين السيستم بتاعك تميت الديدلاين هو المفاعل اشتغل عادي او هيبقى عندي تشيرنوبيل نمبر 2. فاذا الهارد ريل تايم سيستم الكونسيكونس ان انت ما تقابلش الديدلاين، التوابع ان انت ما تقابلش الديدلاين بتاعك او ما تلتزمش بالديدلاين كارثي. فلازم يكون عندي بريدكتابيلتي، لازم ابريدكت ان كل تاسك تقابل الديدلاين بتاعتها، ولو ما جابتش الديدلاين بتاعتها مين هيقع. لازم اكون عارفها دي مسبقا عشان يكون عندي فيل سيف سيستمز او fault tolerant systems to activate نفسها عشان اعرف مين اللي هيقع، فاكتيفيت باك اب ليها يحل المشكله. فدي مهمه. دول التو مين ادفانتجز. الالجوريزم ده سهل في الامبلمنتيشن، الاوفر هيد بتاعه قليل. تاني حاجه it is predictable، انا ممكن اتوقع مسبقا مين التاسكس اللي هتقع. اوكي اسال سؤال بخمس درجات. طيب ليه يا شباب الالجوريزم ده ما بيعملش 100% utilization؟ يعني هو ليه مش efficient قوي كده؟ ايه في رايكم السبب اللي يخليني يبقى عندي upper limit ل 67% في رايكم؟ spare utilization. ما اقول تاني كده. spare utilization. spare utilization يعني ايه؟ بس هي جزء من البروسيسور لأي كارثة ممكن تحصل ان انا يوزو. انت ولا تس انيوزبل خالص. حل. لا لا اوكي انا مش عايز حل دلوقتي، هنجيب الحل مع بعض. بس اسالك قبل الحل، انا بسال هو ليه كده؟ هو ليه مش عارف يجيب لي 100%؟ ليه مش ليه لما بزيد عن حاجه معينه بتبوظ؟ ايه اللي غلط في الالجوريزم؟ ايه العيب اللي فيه؟ فكر في الامتحانات بتاعتك. انا كنت بقول لك كل يوم وكل خمس ايام. مش احنا قلنا لو استاتيك؟ شروط. برافو. طيب ايه الكونسيكونس، ايه اللي هيبوظ لما يبقى ستاتيك؟ ان لو دخل حاجات اكبر من يعني محتاجه تي اكبر من التوتال التيهات اللي عندي كلها، او السي على التي سي 1 على تي 1 زائد سي 2 على تي 2 محتاجه حاجه اكبر منها لو ماشي. مش ده. طبعا التوتال لو التوتال يوتيلايزيشن بتاعتي اعلى من البروسيسور كده كده مش هتشتغل السيستم ده. والستاتيك مش معناها ان ما اقدرش اكوموديت سيستم جديده، بروسيس جديده. بروسيس جديده هتجيلي هظبطها، يعني هتتخطى. هو مش هيبقى قادر يستوعبهم كلهم فهيضطر ياجل حاجات. تمام، بس ليه ما يقدرش يستوعبهم قبل لما البروسيسور كله يستخدم؟ ليه؟ بص الهنت التريك في الشروق قالته ان هو ستاتيك، زائد فكر شويه في اللي انا قلته لك بتاع الامتحان. اوكي هستاذنك عشان اريحك ادي لك الامتحان ده تقدر تفكر فيه. عندك امتحان كل يوم ونص وعندك امتحان كل خمس ايام. يعني عشان البريتس كده كده بتقرب من بعض لما قول. يعني لو بريت كل يوم مثلا، وزي ما انت قلت مثلا لو انا مثلا كمثلا ك تي يعني مثلا وكبريت تاني 2 تي، فالمفروض لما تتكرر مع الوقت هيجي بوينت معينه كده هيبقى الاثنين ممكن يبقى فيها مع بعض في نفس الوقت. انت قربت يا سيف. انا هقول دي اربع درجات يا سيف. ثانك يو سيف. ما يحصلش اوفرلابنج ميد بروسيسز. يعني من الاخر ممكن يحصل زي ما قلت بالظبط اوفرلابنج مع البيت تتكرر كل شويه، هيجي بوينت معينه هيبقى ليها نفس البريورتي. بمعنى اصح انا هي مش اوفرلابنج، مش نفس البريورتي. لو نفس البريورتي او اوفرلابنج انا ما عنديش مشكله. هو البريورتيز هتتعكس، عشان كده قلت لك اربعه مش خمسه. البريورتيز هتتعكس، تعال نشوف مع بعض.
بص ادي الخمس ايام، بص ادي الخمس ايام. هارموني ما بين التايمينج مفروض صح؟ ايه؟ يعني مفروض ان احنا التوتال تايم بتاعنا كل ما يبقى ان هو يبقى ممكن التوتال تايم نعمل له ديفيجن للايكوال سامبلز هيبقى فيه نوع زي نوع من انواع الهارموني في التايم نفسه. بس في مشكله ماشي انا فاهمك، لو هما ديفيزبل ببعض مش هيحصل، هيحصل اوفرلاب مش هيحصل انفرجن، مش هيحصل اوفرلاب، انما الثاني لو هو مش ديفيزبل فالموضوع هيبقى اصعب شويه. فده تمام، ده عشان كده احنا نوصل ل 100%. ممكن يتلخبط لو الواحد ونص دي عملت نفس التي بتاعت الخمسه مثلا. طب تعالوا تعالوا انتوا اوكي ثانك يو فور اللي انتوا قلتوه، بس تعالوا بس نوضح عشان ايه كده نبعت سنه. في البدايه خالص انا عندي تو تاسكس، تاسك الديدلاين بتاعها بعد قد ايه؟ خمسه، والثانيه بعد قد ايه؟ واحد ونص، احنا شلنا خمسه، واحد ونص والثانيه واحد ونص، هتشغل الواحد ونص. هيجي عند وقت واحد ونص هيبقى عندك تاسكين برضو، التاسك الخمسه اللي انت كنت مأجلها وتاسك ثانيه واحده ونص، هتشغل مين؟ واحد ونص عشان بروجكت، واحد ونص طبعا. تاني هتبقى توقف عند وقت كام؟ ثلاثة. هيبدا في حاجة عمرك ما هتشغلها، مش عمرك ما هتشغلها، تعالى خليك معايا. عند وقت ثلاثة هتشتغل تاني عند وقت كام؟ واحد ونص 4.5. طب عند 4.5 انت عندك تو تاسكس صح؟ واحدة التاسك الديدلاين بتاعها بعد 1.5 صح؟ والثانية اللي هي كانت الديدلاين بتاعها خمسة، الديدلاين بتاعتها هيخلص بعد قد ايه؟ لسه بعد خمسة، اللي هو بعد قد ايه يعني من هنا؟ عند 10 يعني. بعد قد ايه من 4.5 يا باشا؟ اه ماشي 6.5. ايه 5.5. طب تعالوا نرجع تاني، هل التاسك الاولى دي اشتغلت اصلا؟ لا احنا قلنا احنا قلنا ثلاث مرات صح؟ اه دي لسه ما اشتغلتش، الديدلاين بتاعها خمسة لسه ما اشتغلتش صح؟ بالظبط. يعني هي لسه الديدلاين بتاعها خمسة، يعني قد ايه بعد 4.5؟ 9.5 0.5 تمام صح؟ هي تخلص عند خمسة هنا. هي ما بدأتش خالص. أنا مش سامع، قول كل واحد يقول سيف وبعد كده عمر. انا كنت بقول ان ده كان قصدي عليه بالظبط لما قلت، يعني قلت ان هيجي في وقت معين كده ان هي هيحصل زي ما انت قلتها، انت عرفتها اكتر يعني يا دكتور اللي هو هيحصل سويتشنج شويه. لما رديت عليا قلت لي يبقى ليهم نفس البريورتي، انا بقول لك لا هم هيعكسوا البريورتي. ايوه تمام. ثانك يو اللي انت قلته، بس يعني اتس نوت يعني صح، بس اتس نوت اكزاكتلي ذا سيم. اوكي هي هتيجي وقت هنا في اللحظه اللي انا واقف فيها هنا دلوقتي، التاسك اللي كانت هنا فاضل لها خمسة، هي دلوقتي مش فاضل لها خمسة، دي هيبقى ليها 0.5 والتانية هيبقى ليها بقى 1.5. برافو عليك، هي دي ليها 0.5 فاضل لها 0.5، والجديدة اللي لسه جاية هنا فاضل لها 1.5، المفروض مين ياخد بريورتي أعلى؟ المفروض إن هي 0.5، بس عشان كده الألجوريزم بتاعتنا دي فيها مشكلة إن أحتاج المفروض الـ 1.5 الأحسن. بالظبط، هو المفروض 0.5 ياخد البريورتي الأعلى، بس عشان البريورتيز هنا ستاتيك. يعني إيه ستاتيك؟ يعني أنت بتأساينها في البداية ما تجيش ناحيتها تاني، هيفضل البريورتي الاعلى لمين؟ لل 1.5، وهيشتغل وده الديدلاين بتاعه هيروح. ده السبب ان احنا ما بنعرفش نجيب ال 100% يوتيلايزيشن. فهمتوها ولا لا؟ هو مين احمد زكي؟ اوكي بيرفكت. احمد زكي انا مش عارفك ومش بعمل انتراكشن معاك. انت معانا احمد؟ ايه يا دكتور، ما حضرتك يا دكتور. اوكي انت اشرح لي ايه اللي انا قلته من شويه؟ دكتور انا في حاجه كمان كنت عايز اقول لك عليها. طب استاذنك بس احمد يروح يجيب لك حالا. قول يا احمد. احمد ما حضرتك يا دكتور دلوقتي. استاذنك قول لي، انا لسه قلت المشكله بتحصل هنا، ليه المشكله بتحصل هنا في الوقت ده؟ مش عارف ليه، مش عارف، مش عايز لسه قايلينها. انا قلقان منه، انا قلقان منه ان ايه في ناس بتقع مننا. طيب هستأذنك تقفل المايك، انا هجيب واحد تاني. ياسمين، ياسمينة، 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 انت سامعانا اصلا؟ انت سامعانا اصلا؟ الو الو، اهلا وسهلا.
لا هي ياسمين هيبقى دايما عندها مشكله في الكونكشن يا دكتور، الترم اللي فات حاجه عندها في البيت، ف انا عرفت اصلحها اقول لها، بس غالبا بيبقى عندها مشكله يعني حرب. طيب انا I'm worried بس ان انا بانتراكت مع سبسيت منكم، مع شويه منكم عشان انتوا بتردوا معايا كويس، خايف اكون متجاهل للتانيين. انا دلوقتي هتكلم دكتور معك. انا بصراحه دكتور انا بالنسبه لي ان انا اقعد مع الريكورد كده مع حالي بتبقى بالنسبه لي احسن، وبعرف اركز اكتر يعني. انت هتعرف تفهم بعد كده في الريكورد. انا بعرف افهم في الريكورد بالظبط اكيد. طيب. في اي مشكله برضه بسال مايك. ماشي. في حاجة برضه يا دكتور to be honest يعني. قولي شو؟ إن مش كلنا عندنا زي previous knowledge، أو حتى مفيش material بنجهز منها قبلها، فمش كلنا بنعرف discuss أو بنفهم يعني. أنا ممكن أكون حاسة إن أنا أصلا أقل من كل الناس اللي حواليا لمجرد إن أنا أصلا ما كانش عندي knowledge الحاجة دي، أو هي مش general knowledge يعني. فأنا مش قصدي والله حاجة عشان أي حد، بس لا. في حاجات بتبقى فعلا إحنا لسه أول مرة نسمع معها. هذه أول مرة تكلم. مظنش في ناس هنا عندهم previous knowledge الكلام ده شباب؟ لا احنا كلنا أول مرة ناخد الكورس. لا يا دكتور خالص. هي لوجيكال شوية. هي بس في حاجات ما بتبقاش لوجيكال، في حاجات بتبقى يعني. أنا مش قصدي حاجة وحشة أي حد والله خالص بجد، بس أنا فكرة إن أنا حاسة إن أنا ده بيأثر على فهمي، أو على إن أنا أكون حاسة إن طب أنا كده الدنيا مش ماشية ولا إيه. وبعدين ساعات بتكلم مع ناس يعني مش أنا لوحدي، كذا حد عنده المشكلة دي مش أنا بس أنا بس يعني أنا بتكلم مع حتك. في حاجة انت كده لو محتاجة office hours زيادة، شرح زيادة، بلغيني وانا اعمله. انا قاعد في البيت، المدام راحت شبرا وانا قاعد لوحدي، فاي وقت عايزين office hours تقولوا لي عايز office hours دلوقتي هعمله، بس بكرة بس عندي اجتماعات في الكلية. فكده شوفي انت وزملائك التانيين تقولي لي عندهم برضو مشكلة، لموا بعضكم كده. لو عايزيني اعمل extra lectures انا ما اقولش لا ابدا. اوكي يعني، بس الفكره يا دكتور ان لو حاجه جديده خالص اول مره نسمعها حتك، بس يعني نسمعها من حياتك الاول يعني. صدقيني كلهم حد بيجاوب بيبقى موضوع مش يمكن ما نفهموش احنا بالطريقه الصح يعني. حتى لما اجي اسمع ريكوردنج بيبقى كل في اخر تداخل اصوات، فبقى انا مش يعني مش فاهمه مين بيقول ايه وامتى وازاي. هندي بونص بجد، مش قصدي اي حاجه على اي حد، وبجد بجد يعني ربنا يوفق كل الناس يعني. ماشي. طيب طب شروق انت بقى قولي لي دلوقتي ازاي، او في حد بعت لنا حاجه على الشات. اوكي ثانيه. عايزك تقولي لي ليه عند النقطه اللي انا حطيت عليها دي، النقطه اللي انا كتبت عليها هنا دي ليه هيحصل مشكله. ايه ما بنش نقطة بس كذاك 4.5؟ لا انا كنت عند 4.5 هنا، عند 4.5 هنا شروع معي؟ اه بقى عمل متأخر الرسم. اه ليه حصل مشكلة؟ عشان هي التانية دي هتعدي 5 بعد 1.5، ومفروض ان الخمسة عايزة تيجي تتحرك هي في الاول، فان هو ياخد الديسيجن دي تبقى حاجة متكررة من الاول، فهي دي اللي بيعمل المشكلة. عندي كام تاسكس موجودين في السيستم في اللحظة دي؟ المفروض اتنين. اتنين. الـ 0.5 والـ 1.5. حلو أوي. واحدة الباقي لها 0.5 والتانية الباقي لها 1.5. دي كانت أصلاً الـ period بتاعتها كام؟ أصلاً. 1.5. نو مادموزيل. أنا مش سامع حياتك معلش. لا يا شو غلط. دي ما كانتش دي الـ 1.5 أهي. دي الـ period بتاعتها 1.5. 5. الـ 0.5 دي كانت 5، احنا قعدنا قلنا اهو الـ 5 كانت واقفه هنا من البدايه ما اشتغلتش، بعد 1.5 اشتغلت التاسك الـ 1.5، والخمسه لسه ما اشتغلتش، اشتغلت 1.5 تاني وقفنا عند وقت كام؟ 3، والخمسه لسه ما اشتغلتش، بعد كده خدنا 1.5 تاني. صح؟ صح يا شروق؟ تمام يا دكتور. اوكي؟ وصلنا عند وقت كام؟ 4.5. عند 4.5 بدأت واحده ثانيه ب 1.5، تمام؟ ولسه الفايف الأصلية اللي كانت بدأت من هنا ما اشتغلتش، بس الفايف الأصلية اللي بدأت هنا فاضل لها قد إيه عشان تخلص الخمسة؟ أنا عند وقت 4.5، فاضل لها قد إيه عشان الوقت بتاعها يعدي؟ 0.5 اللي هو الفرق بين كام وكام؟ 4.5 و5، دي مفهومة؟ تمام. أوكي؟ طيب ال 1.5 اللي هي اللي بدأت عند 4.5 عايزة 1.5، المفروض تخلص عند كام أصلا؟ 1.5 ها؟
هتبقى 4.5 plus 1.5 6. 6. مين الأقرب؟ مين الأقرب؟ مين الديدلاين أقرب؟ هي 6 دي عدت الخمسة أصلا. عدت الخمسة، فالمفروض اللي كانت تخلص عن الخمسة دي تشتغل الأول، صح؟ طيب. بس هي مش هيحصل كده. ليه مش هيحصل كده؟ عشان أنا من البداية مدي إن الـ period بتاعها 1.5 higher priority مثلا 1 عن التاسك الـ period بتاعها 5، دي مديها priority 2. والـ priorities دي static. يعني إيه static؟ يعني إيه static؟ يعني ما بتتغيرش. مفهومة دي ولا لأ؟ ما يا دكتور. أوكي. عشان احنا عندنا static priority priorities ما بتتغيرش، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هتيجي وقت من الاوقات الـ priorities مفروض تتعكس، مفروض ان الـ process ان الـ period بتاعتها 1.5 الـ priority بتاعتها هتقل عن الـ process priority بتاعتها الـ deadline بتاعتها 5، بس ده مش هيحصل في الـ RMA او RMS. اوكي؟ طب نحلها ازاي؟ مين يقول لي خليها ازاي؟ عمر. خليها دايناميك يا دكتور. خليها دايناميك. دايناميك برايورتي شيدلينج. في دايناميك برايورتي شيدلينج بنعمل ايه يا شباب؟ برايورتي الأقل خش الأول، مش البرايورتي بتتغير على حسب كل تايم. بيرفكت. برايورتي تشينجز. Priority changes. Changes at each scheduling event. يعني ايه؟ يعني ايه priority بتتغير من كل scheduling event؟ يعني كل ما يحصل حاجة جديدة في السيستم انا بعيد حساب priorities من اول وجديد. Scheduling event عندي هنا هو ان بروسيس جديده تدخل في السيستم او انستنس جديده من البروسيس تدخل في السيستم. يعني تعالى ندخل على المثال اللي احنا قلناه الاسبوع السلايد اللي فات، بس استاذنك مش هعمله من اوله. اوكي، هاجي عند الوقت ال 4.5. عند وقت 4.5 حصل شيدلينج ايفنت جديد. ما هو الشيدلينج ايفنت اللي جديد؟ ان جالي تاسك جديده 0.5 وواحده 1.5. لا لا، جالي تاسك جديده الديدلاين بتاعها كام؟ 1.5. أنا آسف، خمسة حديد الأول، ثانية واحدة. ثانية واحدة، أصل 0.5 مش جديد. صح؟ جات لي تاسك جديدة الديدلاين بتاعها 1.5، اللي هي البيريد أصلا بتاعها كام؟ 1.5. وكان عندي تاسك من قبل كده مش جديدة. قبل كده الديدلاين بتاعها كام؟ 0.5 بقى. ما هو الديدلاين بعد 0.5. هي فاضل لها 0.5، دي فاضل لها 0.5 ودي فاضل لها 1.5، اقوم عامل البريورتي بتاع دي اعلى. اوكي؟ فكل لما انستنس جديده بتدخل في السيستم انا بعيد حساب البريورتي دايناميكلي وادي بريورتي للتاسك اللي اقرب اللي الديدلاين بتاعها. بالظبط كده. دي بنسميها EDF. EDF earliest deadline first. ودي هتديني يا شباب 100% utilization. يعني 100% اشغال من السي بي يو، ها هجيب كل الديدلاينز لغايه لما اوصل 100%. طبعا عايز حد كويس كده ذكي يقول لي هو الهدنا 100% بالظبط ولا اقل شويه وليه؟ انا هبقى اقل من 100% ليه؟ نسبير يعني نسبير لل نوت سبير. نوت سبير ليه؟ هاخد اقل من 100% من السي بي يو لتشغيل التاسكس. ايه اللي هيحصل؟ ايه تاني بيحصل هنا ياخد جزء من السي بي يو؟ حساب switching context switching
اوكي بلس اللي هو فيها الكالكوليشن بتاع البريورتي ده هياخد وقت. فانت كالكوليشن بتاعك مش هتتبع عشان بس الالم عمال يعلق. فاذا انت you can actually get 100% of the CPU but you're not going to get 100% of the CPU. Why? عشان جزء من ال CPU هيستهلك في ال context switching النقل ما بين process للتانية. So you're not really getting 100%, بس it is as close to 100% as you can. يعني انت لو هتتجاهل ال context switching ده 100%. اللي قبل كده كان حاجة و 60%. فانت ممكن تقولي إذا ده 100% بدل نستخدمه على طول. I have two problems. أول problem الالجوريزم هنا more complicated. هناك كان if statement the priority accepted شوف مين البرايورتي واشتغل. هنا لا، لازم احسب الوقت المتبقي لكل تاسك، احسب قد ايه فاضل لها، وبعد كده ري اساين البرايورتيز لكل الناس، امشي على الكيو كله وري اساين كل البرايورتيز لكل الناس، فدي تاخد وقت اكتر، فالاوفر هيد بتاعها اعلى، يبقى واحد higher overhead. اللي جايه دي بقى للحد اللي هياخد 5 ماركس. انا قلت في الالجوريزم ان فات it is very predictable. انا ممكن اتوقع في اي لحظه من اللحظات مين الديدلاين بتاعه مش هعرف اجيبه، صح؟ هنا برافو عليك. هنا هينفع ولا لا؟ مش هينفع عشان البرايورتي بتتغير. الاكسبيليتي بيرفكت. انا هنا ما اعرفش مسبقا وانا قاعد كده بره قبل ما اشغل حاجه، انا ما اعرفش مسبقا مين اللي هشيله لما يحصل اوفرلود على السيستم، عشان البريوريتي بتتغير. يعني it depends على اني لحظه من الوقت هيحصل فيه اوفرلود. لو حصل اوفرلود عن وقت زيرو مختلف عن لو حصل اوفرلود عن وقت 4.5. لو حصل اوفرلود عن وقت زيرو كان مين اللي هشيله؟ التاسك البير بتاعتها كام؟ 5 الاكبر. 5 الخمسه. طب هنا مين اللي هشيله؟ 1.5. الواحد ونص. ف I do not know، انا مش عارف مسبقا لما يحصل مشكله ايه اللي هيتشال. فهنا it is not predictable. Not predictable. Okay. You cannot predict مسبقا اللي يحصل. عشان كده ال EDF is not used in safety critical systems. لو حاجه safety critical انا بضحي بال CPU بتاعتي عشان اجارنتي لما يحصل مشكله انا عندي باك ابس، عندي فيل سيف، اقدر ابلان اهيد ايه اللي هيبوظ وازاي هتعامل معاه. بس EDF definitely produces better results which is used. بس الثانيه is safer. اوكي يا شباب؟ حلو قوي. تمام. بيرفكت. دكتور انا ما ينفعش اعمل برايورتيز ما لهاش علاقه بالتايم؟ You can. You can. في priorities انت ممكن تحدد priorities based على اي حاجه، بس لو حددت priorities based على اي حاجه ثانيه غير التايم، هل انت real time system؟ لا. لا. انت تبقى real time system لما الاساس بتاع الشيدولينج بتاعك يبقى مبني على التايم. bound التايم. اوكي؟ برافو. لكن هل ما ينفعش خليه يبقى حوالين التايم، يعني الشادلينج حوالين التايم، بس لما يوم يجي دروب حاجه يدروب حاجه حسب انا حاجه، انا حاجه ثانيه غير مين فيهم فاضل له اقل. صدق انت زي الفل، انت بتحاول تجيب البنفيتس بتاعت الاثنين، صح؟ صح. You could do that. شوف الباشمهندس بيقول ايه، بيقول schedule according to time. schedule يعني رتب التاسكات according to الديدلاين بتاعها، شغل الديدلاين بتاعتها اقرب الاول. بس لما تيجي تدروب استخدم كرايتيريا تانية، استخدم فاكتور تاني، اوكي، عشان اقدر اختار مين هعمله دروب. واكشلي ده كان التوبيك اللي جاي، بس انا ما كنتش عاملها انتدكشن اللي انت عملته دلوقتي، فانا فرحان باللي انت عملته ده. الانتدكشن اللي انت قلته ده مهم. قالوا ايه الباشمهندس؟ قال لي طيب انا بشادل دلوقتي اكوردنج تو ديدلاين، طب لما اجي هضطر ادروب ناس، دروب مين؟ اوقع مين؟ هل لازم برضه اوقع للي ديدلاين اطول؟ الاجابه لا، انت ممكن تستخدم كرايتيريا ثانيه ليها علاقه باهميه التاسك، الامبورتنس بتاع التاسك. ليش مش ليها علاقه بالديدلاين بتاع التاسك؟ الديدلاين بتاع التاسك استاذنك هنسميها الارجنسي. ارجنسي. ففي عندي تو فاكتورز، الارجنسي ده ليها علاقه بالوقت والتايم، مين المور ارجنت؟ وفي عندي الامبورتنس ده الاهميه،
ولو فصلت الاثنين على بعض ممكن اعمل البشمهندس قال عليه ايه هو ان انا اشادي according to time بس لما اجي اضحي باللي ليه اقل اهميه من ناحيه الابلكيشن مش من ناحيه الوقت. مفهومه ولا لا اللي بقوله دلوقتي؟ تمام بس هو كده انا ستيل مش تايم بيز مش تايم باوند كده. نو سير ما هو البشمهندس قال لك ايه شادول according to time يعني ايه شادول يعني بس انا مش هضرب بالوقت مش ريل تايم سيستم. طيب لما كده ريل تايم شادي وانا بشادي بالوقت. طيب لما هاجي هلوز حاجه في حد هلوزه كده كده انت هتلوز حد خلي بالك انت لو عملت اوفر راين للاكسكيوشن تايم تاكينج لو زودت عن الاكسكيوشن تايم تاك كده كده هتلوز حد في حد هتخسره لكن هنا في الاي دي اف انا ما اقدرش اعرف مين هخسره صح؟ اه تمام. وفي الار ام اي في الارامي احنا نقدر يعني هي فيكس ستاتيك فيكس عارف مين هخسره بس المعرفه دي مبنيه على الزمن. الباشمهندس قال لك لا ما انت كده كده هتخسر حد استاذنك هتختار اللي هتخسره مش مبني على الزمن مش مبني على البيريد زي الارامي او مش غير معروف زي الاي دي اف لا انت هتختار على كرايتيريا تانية منفصله عن الزمن وهي الاهميه. يعني انا شغال ريل تايم سيستم فبجدول بشادول اكوردنج تو الوقت فكل الديدلاينز بجيبها. جت لحظه من اللحظات الريل تايم سيستم بتاعي باظ حصل اوفرلود في السيستم وده وارد ان الاكسكيوشن تايم بتاعي اللي انا كنت عملت لها استيميشن دي الورست كيس اكسكيوشن تايم حصل لها اوفر ران زدت عنها. طيب في الحاله دي لازم اختار مين اضحي بيه. الار ام اي كان اوريدي هيضحي بالديدلاين الكبير بدون ما يشوف الاهميه هو الديدلاين بتاعه كبير فهضحي بيه. الاي دي اف انا اصلا مش عارف مين هضحي بيه انا وحظي لكن اللي قاله الباشمهندس قال في لحظه اختيار التضحيه يدخل فاكتور تاني منفصل عن الزمن والفاكتور التاني المنفصل على الزمن هو اهميه التاسك. فور اكزامبل انا شغال في صاروخ حد تاسك ليها علاقه بالبيلود واللي هو تديتونيت 2 طن او 3 طن انا بألف دلوقتي عشان انا ماليش في الصواريخ بس انا ألف وتاسك ثانيه ليها علاقه باللوكيشن هترقعها في أي لوكيشن هخسر حاجه مين اللي خسره؟ الديتونيت الديتونيشن ليه؟ ان انا مش عايز اروح في حته سيفيليان مش عايز اروح حتى فيها ناس فانا هنا في فاكتور تاني منفصل عن الزمن منفصل عن التايمينج وهو الاهميه الامبورتنس ده اللي على اساسه اختار مين اللي انا هلوزه مين اللي انا هخسره لما مش هعرف اقابل كل الداتا. مفهوم يا شباب؟ Very good. تعالى نتكلم عليه. يبقى there are two factors. ايه هم؟ واحد urgency ليها علاقة بالوقت. How urgent the task is. اثنين importance. والimportance دي منفصلة عن الurgency. الأهمية بتاعت التاسك ما لهاش علاقة بhow urgent the task is. هدي لك مثال trivial naive سخيف بس ممكن يوضح لك الدنيا. ال sound system الصوت is real time صح؟ It is real time in the sense ان هو لو ما اشتغلش بعد وقت معين اللي هو سرعة الأذن انت هتحس بتقطيع وبالتالي سرعة الأذن بالملي سكندز تمام فده urgent بس is it important؟ لا طب لو عندك تاسك تانية بتتحكم زي ما اتكلمنا على التارجتنج لوكيشن بتاع الميسايل بس بتشتغل كل خمس دقايق is it urgent؟ not really compared to الملي سكندز الخمس ثواني اكتر من الملي سكند بس is it more important? Yes, more important. انا عايزين نفصل بين التو كرايتيريا دي الارجنسي اللي هي مش عارف اقولها بالعربي ازاي اللي هو قربت وقتها والامبورتنس اللي هي اهميه الشيء ده وعشان اخترعوا الكلام ده على فكره اللي اخترع الالجوريزم ده كان المشرف بتاعي اسمه كلارك جانسون اوكي اخترع حاجه اسمها TUFs time utility functions TUFs time utility
functions. ايه هي التايم يوتيليتي فانكشنز دي يا شباب؟ التايم يوتيليتي فانكشنز هو علاقه ما بين التايم والامبورتنس اللي احنا بنسميها اليوتيليتي. غالبا سميناها يوتيليتي او سميها يوتيليتي عشان نكتبها في حروف اقل على الجراف. طيب دي علاقه. العلاقه دي ممكن تاخد اي شيء. بس اللي انا الشيب اللي انا هديه لك في الكورس بتاعنا هو يونت ستيب فانكشن. يونت ستيب فانكشن بالمنظر ده. يعني لو انت خلصت قبل الديدلاين هسمي الديدلاين دي هتاخد بنفيت مثلا 8. لو خلصت بعد الديدلاين هتاخد بنفيت كام؟ 0. والتاسك التي يو اف دي موجوده لكل تاسك موجود عندي. ادي دي مثلا 7. حد عنده اعتراض؟ طيب بالنسبه للتي يو اف فانكشن دي لما اجي اشيدول اشيدول اكوردنج تو يوتيليتي ولا تايم؟ شيدول يا وقت مين يشتغل؟ تايم. ها؟ عمر انت قلت حاجه؟ شيدول اكوردنج للتايم. شيدول اكوردنج تو تايم. فالشيدولينج هيبقى اكوردنج تو تايم. ادخل في اعتباري تايم وعندي طريقتين عشان اتعامل مع التايم. الار ام اس او الار ام اي او مين؟ اي دي اف. اي دي اف. مين هيديني 100%؟ الاي دي اف. فانا بستخدم الاي دي اف. تيجي تقول لي بس خلي بالك الاي دي اف فيه عيب ان انت مش هتعرف مسبقا ها مين اللي هتشيله. اقول لك اوكي بس انا هنا حليتها. ان لما اجي بقى اقصر حد ابص على مين؟ على امبورتنس. الامبورتنس. يعني هنا انا هستخدم الاي دي اف عشان اجيب ال 100% ولما اجي اقصر حد ابتدي اقصر حد اقوم باصص بقى على الامبورتنس عشان ابتدي اشوف مين من الناس اللي موجوده عندي هتتشال من السيستم عشان اعرف اكمل. مفهومه؟ فيري جود فيري جود. تعالوا نكمل ونشوف الالجوريزم ده هيشتغل ازاي. الالجوريزم ده على فكره اسمه داسا. اوكي؟ انا مش فاكر الكلمه المعنى ال يعني الفول مينينج بتاع داسا بس هو الالجوريزم اسمه داسا. حاول اطلع لك الفول مينينج وابعته لك. دايناميك ادابتيف سامبلينج الجوريزم تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. انت جبتها على جوجل دلوقتي؟ اه بصراحه. برافو عليك. اوكي قولها لي. دايناميك. دايناميك سامبلينج ادابتيف الجوريزم. لا 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 خلاص بص خليني اشوفها لك بعدين. هي هي for real world real time applications. طب خلينا ابص عليها بس عشان ما اكتبش حاجه غلط ويكون امان. اوكي تمام. المهم مش مهم اسمها. المهم بتشتغل ازاي. اوكي؟ قال لك اوكي خلي بالك. الالجوريزم ده جريدي. حد هنا اخذ الجوريزم اناليسيس؟ ما حدش؟ دايما بسأل السؤال ده والاجابه لا صح؟ لا بصراحه انا متضايق. عشان ليه انا متضايق؟ ان الجريدي الجوريزم حاجه دي بقى الباك جراوند نولج لو كنا عارفينها كانت تسهل لنا شرح. طيب جريدي الجوريزم يعني الجوريزم طماع. اوكي؟ عايز يجت ماكسيمم بنفيت فور موست فور ليست ورك. عايز يعمل اقل كميه شغل ويجيب اعلى بنفيت في البنفيتس اللي موجوده عنده. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي. اوكي اهو ديبندنت اكتيفيتي شيدلينج الجوريزم طلعها لنا اهو. طلعها عمر اهو ديبندنت اكتيفيتي شيدلينج الجوريزم اللي هي بس. ثانك يو يا عمر. اوكي؟ ماشي احطها على الشات. Very good. أنا نسيت أنا كنت بقول إيه. الألجوريزم ده greedy عشان بيحاول يجيب الماكسيمم بنفيت for the least amount of work. الساعة كام؟ لا لسه نكمل. لسه نكمل. أوكي. طيب تعالوا نشوف السيستم ده هيشتغل ازاي. طب هو البنفيت هنا يعني بيتحسب على اساس ايه؟ اليوتيليتي.
اليوتيليتي هو البنفيت، هو القيمه المضافه للسيستم. الورك اللي هو ليست ورك هيتقاس بالتايم، فانا عايز اجيب الماكسيمم بنفيت اكتر فايده لاقل كميه تايم. دي ما تدلكش ايحاء للمتريك اللي انا ممكن على اساسه اختار التاسكس. ماكسيمم يوتيليتي يعني اجيب اكتر بنفيت لاقل وقت تايم يستهلك. يبقى احسبها ازاي؟ عدد التاسك، ها بالتاسك الواحده ازاي اجيب البنفيت بتاعها لكل يونت التايم استهلكته عليها. حضرتك توضح اكتر السؤال يعني انا مش فاهم. بقول لك الالجوريزم ده اناني جريدي. طب الالجوريزم الاناني او الجريدي ده بيعمل ايه؟ بيحاول يعمل اقل كميه شغل عشان يجيب اكتر بنفيت. ماشي حلو. فده معناها ان انا محتاج احسب لكل تاسك من التاسكس اللي موجوده عندي البنفيت اللي هتجيلي لما اخصص لها واحده من الزمن. فانا عايزك تقولي دلوقتي ايه الرقم، ازاي احسب رقم يقول لي ايه البنفيت اللي هيجيلي لتخصيص واحده زمن لكل تاسك من التاسكس اللي موجوده عندي. حضرتك قصدك يعني نشوفوا طرق اللي ممكن نحسبوا بيها الفايده بتاعت كل تاسك معينه. بس حضرتك كنت اتكلمنا قبل كده على حاجه زي في الاول خالص يعني حاجه زي كل تاسك معينه او كل بروسيس معينه اللي بنحسبه مثلا الامبورتنس بتاعها على حسب مثلا الريسورسز بتستخدمها على حسب. لا 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 لا, لا, لا ما اقول لك اوريدي عندي الامبورتنس اوريدي عندي الفايده بتاع التاسك مثلا 10. اوكي الفايده بتاع التاسك عندي 10 والوقت الاكسكيوشن تايم بتاعها مثلا الامبورتنس على التايم. حبيبي حضرتك قصدك كده تمام. انا بقول لك ايه، انا بقول لك انا عايز احسب لكل لحظه من الوقت بخصصها للبرنامج ده هيفيدني قد ايه. لو الاستفاده الكليه بتاعت البرنامج ده 10 وهو هياخد 5 دقائق عشان يشتغل، الافاده في الدقيقه الواحده اللي بتجي لي هي 10 ل 5 اللي هي كام؟ 2 صح؟ بالظبط. ده بنسميه البي يو دي او البوتنشال potential utility density. اوكي okay. البوتنشال يوتيليتي density هو الفايده اللي انت هتاخدها لكل لحظه من الزمن هتخصصها للبرنامج عشان يشتغل. فالبرنامج اللي التوتال بنفيت بتاعه 10 وهيشتغل لكل هيشتغل 5 ثواني، كل ثانيه هيشتغلها هيدي للسيستم بنفيت 2. معايا دي ولا لا؟ معايا دي؟ حلو. وعشان البرنامج او الالجوريزم ده اناني لما هيجي يضحي هيضحي باني تاسك اللي عندها اعلى بي يو دي ولا اقل بي يو دي؟ اقل. اقل بي يو دي عشان ده هيشتغل فيه كتير وياخد بنفيت قليل. هو اناني لا، عايز يشتغل قليل وياخد بنفيت كتير. فلما تيجي لحظه التضحيه هضحي اكوردنج تو بي يو دي، والبي يو دي الصغير هرميه والبي يو دي بتاعه الكبير هاخده. معايا؟ حلو. طيب يبقى الالجوريزم ده بيشتغل ازاي؟ اول حاجه يقول لك كالكوليت بي يو دي فور ايتش تاسك. خلي بالك في البي يو دي وانت بتحسبها التايم اللي انت بتحسب عليه تحت ده الريميننج تايم صح؟ ليه مش بيكتب كويس؟ ريميننج دي الريميننج تايم يا شباب، ده الوقت المتبقي. احنا وصلنا ل 10 ليه؟ مين اللي بيقع مني؟ انتوا معايا؟ دكتور احنا ايوه يا دكتور معاك. طيب ماشي. تحبوا بعد ما نخلص دي ناخد بريك 15 مينتس ريفرش شويه ونرجع تاني؟ اوكي انا بس عشان حاسس ان انتوا بتقعوا مني. وصلنا 11 دلوقتي كنا لعنا كنا 14 في بدايه المحاضره. ماشي اوكي شباب. يبقى انا كنت بقول ايه، البي يو دي اول حاجه بحسبها بحسب التوتال بنفيت على الريميننج اكسكيوشن تايم. ليه الريميننج اكسكيوشن تايم مش التوتال اكسكيوشن تايم؟ عشان لو انا اوريدي كنت من الخمسه مخلص 2 وفاضل 3 فالشغل اللي هخصصه للتاسك 3 مش 2. فلما اجي احسب البنفيت قول لي عشان تبقى دايناميك عشان تبقى دايناميك
فانا دلوقتي البنفيت اللي هيجي لي لكل تايم يونت هو 10 3 مش 10 على 5. فهنا التخت اللي انت بتقسم عليه ده هو الريميننج اكزكيوشن. يبقى اول حاجه بتكالكوليت البي او دي فور ايتش تاسك اهو اكتبها هنا 1 كالكوليت بي او دي فور ايتش تاسك. بص دي بقى بص دي بص دي في الخطوه الجايه سورت all tasks ده في الريدي كيو بقى في الريدي كيو according to time POD. يبقى انا بقى التاسك دلوقتي في الريدي كيو مترتبين according to مين؟ POD دلوقتي POD 3 take top of Q اللي هو تبقى عندها اعلى PUD ولا اقل PUD؟ اعلى PUD اعلى PUD. اعلى PUD حطها فين دي بقى؟ place بص دي into virtual running queue. هو انت مش هتشغلها انت هتحطها في كيو كانها بترن. بص دي بقى and sort كيو according to EDF. يبقى الفيرتشوال بص الاول انت رتبت التاسكس بتاعتك اهم رتبت التاسكس اهم فلقيت دي اعلى بيو دي دي اعلى بيو دي هتاخدها الاول هتحطها في كيو ماشي. الكيو ده وانت بتحطها هترتب التاسكس الموجودين في الكيو ده according to ايه؟ deadline. حد عنده اعتراض في اللي انا قلته ده؟ مفهومة دي ولا لا؟ يبقى التاسكس اللي هنا مترتبين according to ايه؟ deadline. حلو قوي. شوف الحركة اللي جاية دي، الحركة اللي جاية دي، أنا مش عارف أكتبها على نفس الصفحة ولا أكتب واحدة تانية، أحاول أكتبها على نفس الصفحة. check if all deadlines can be met. ازاي؟ هاجي على اول كيو دي ها واضيف عليها الاكسكيوشن تايم. طب لما اضيف عليها الاكسكيوشن تايم هنا هيجي لك ايه؟ الفينشنج تايم بتاع التاسك الاولى صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ مظبوط. اوكي تقارن الفينشنج تايم بتاعها بالديدلاين يعني لو الديدلاين بتاع دي 10 والفينشنج تايم كانت 9 دي كده هتخلص قبل الديدلاين ولا لا؟ خلص يبقى اوكي وتروح للتاسك اللي وراها تحسب الفينشنج تايم افرض الفينشنج تايم بتاعها هيبقى 12 والديدلاين بتاعها 13 هتخلص ولا لا؟ هل هتخلص هتخلص. طيب لو دي الفينشنج تايم بتاعها 15 بس الديدلاين بتاعها 14 هتخلص ولا لا؟ لا دي هتبقى اوفر كده مش هينفع صح؟ بالظبط كده مش هينفع. طيب لو مش هينفع اشيل مين؟ فاكر مش انا كنت مرتب التاسكس اللي موجوده هنا بيو دي بالظبط واول واحده دخلتها كانت اعلى بيو دي تاني واحده دخلها هتبقى مين؟ بيو دي الاقل اقل منها واللي وراها الاقل. فلو انت جيت دخلت واحده جديده وحسبت ولقيت في ديدلاين هيقع تشيل مين؟ اللي بعدها اقل واحده اللي هي اقل في البي دي اخر واحده دخلتها اقل واحده بي دي صح ولا لا؟ اخر واحده دخلتها هي اقل بي دي اشمعنى؟ عشان انت بتدخل ترتب عن طريق على الاول فاول واحده تدخل الاول طبعا الكيو هيبقى فاضي لما تدخلها لوحدها هتجيب الديدلاين مفيش كلام تقوم جايب اللي وراها اللي هي بي دي اقل تدخلها في الكيو بس خلي بالك بعد ما تدخلها في الكيو لازم تسورت الكيو ده according to مين؟ EDF. ليه تسورت according to EDF؟ عشان لو انت اقل من 100% utilization كل الديدلاينز تجيبها. معايا في دي ولا لا؟ مفهومه؟ مفهومه. اوكي. وتعمل الكلام ده لكل التاسكس الموجود عندك. وبعد لما تخلص كل التاسكس الموجوده عندك وكل الديدلاينز هتشتغل هتقوم مشغل السيستم
يعني انت هنا دي تشبهك بالبانكرز الجوريزم صح؟ عشان البانكرز الجوريزم كان اول بيعمل سيميليشن هو بيشغل السيستم نفس الحكاية. انت هنا بتعمل سيميليشن كأنك بتجدولهم كلهم وبعد لما بتشوف لما بتجدولهم كلهم هيحصل هتقابل الديدلاين ولا لا. لو مش هتقابل الديدلاين بتشيل اللو بيو ديز. لو هتقابل كل الديدلاينز بتكونتينيو وتبروسيد. مفهومة؟ ايه رأيكم في الكمبلكسي بتاعت التاسك دي؟ الالجوريزم ده قليلة ولا كتيرة؟ كومبلكس تبقى عالية. Very high complex. بالظبط. Very high complex. Very high. Sorry. Complex. ده معناها ان التاسكس لو التاسكس اصلا بتاعتك صغيرة يعني التاسك عندك 2 ملي سكندز مثلا ما تستخدمش ده. ده يستخدم في التاسكس الكبيرة. لو التاسكس الموجودة عندك مثلا 1 second او 2 seconds حجمه كبير فيقدر يستحمل الاوفر هيد اللي احنا بنتكلم عليه. معايا يا جماعة؟ وانت لو عملت الالجوريزم ده كل الديدلاينز لو انت اقل من 100% هتجيبها ولو زدت عن 100% هتضحي بالذو اقل اهمية. مفهومة؟ اوكي انا بالتالي ناخد بريك. انا عندي احساس ان انا عندي كده فيلينج ان في 20% مننا دلوقتي نام. احنا موجودين بس ساكتين اهو. ماشي بالظبط. طب انتوا فاهمين انا بقول ولا لا؟ ده واضح يا دكتور. تمام مفهوم. فاهمين يا دكتور. اطلب طلب. انا اوريدي قلنا ان في ريبورت على اللينكس شيدلينج هكتبه لكم. الطلب الثاني حد يعمل لي سيميوليشن للكلام ده فور 10 ماركس من الفاينل. للداس سيميليشن از ان جرافيكال ولا ايه؟ جرافيكال بليز عشان اشوفه. او حتى لو هتعمله تكست بيست يعني اكتب بلوك اي بي سي اشوفها بس بتحصل. اوكي للاي دي اف ولا الدايناميك يوزنج بي يو دي كده؟ داسا. داسا تمام. داسا ده داسا. طب لما اعرف الفيدباك على الاولاني لو لو حي كويس ممكن نفس حاجه. ماشي اوكي. فده يبدأ في 10 ماركس من الفاينل. معايا كده يا جماعه ولا في اي سؤال في الحته دي؟ لا تمام. حلو قوي. احنا دلوقتي هننقل لي اوركيدا. كنت تسالي سؤال انت فتحت المايك. دكتور هو التاسك هيبقى الديدلاين بتاعه امتى؟ التاسك الثاني ده ممكن نخليه الاسبوع اللي قبل الفاينل. لو يعني صح؟ انا احنا الاسبوع الرابع الاسبوع الجاي خامس وبعد كده فاينل. فهيبقى هو ده الكلام ده اكيد؟ ايه هو؟ عشان الكالندر بتقول ان احنا تقريبا يعني لسه يعني 3 أسابيع مش اسبوعين تقريبا الكالندر اللي على الويب سايت على ما اتذكر. كان في مشكله هو السمر كام اسبوع؟ هو المفروض ان هو 5 والسادس الامتحان صح كده؟ بالظبط. احنا خدنا كام اسبوع لغايه دلوقتي؟ من غير 3 وده الرابع. للرابع فيعني الاسبوع الجاي وبعد كده وراه امتحان. تمام انا بتكلم. تمام اوكي. ده الحد علمي يعني انا معرفش في اي شيء. انا سقطت الاسبوع بتاعنا مش فاهم. ماشي تمام زي الفل. اوكي فبس هنخليها دايما الديدلاين بتاعه في الخميس بتاع الاسبوع الجاي مش الاسبوع ده الاسبوع اللي وراه اللي هو next week. That'll be 10 marks out of the 40. اوكي شباب احنا كده خلصنا الشادلينج. على فكره الشادلينج الجوريزمز مش انا قلت لكم الجزء الصعب اللي هو بتاع الكونكرنسي كنترول بقيت الكورس كله انا شايفه سهل يعني. طيب تعالوا نكمل في الحاجه اللي وراها اللي هي الميموري مانجمنت. ميموري مانجمنت. دكتور احنا هنكمل ولا ناخد بريك؟ انتوا عايزين ايه؟ يعني يا ريت لو بريك. يا ريت لو بريك. ناخد بريك. ناخد بريك قد ايه؟ نقول 15 minutes or 20 minutes. 20 minutes تحاول تشرب حاجه. اوكي تمام. ولا عايزين 30 قولوا انتوا يا جماعه. انا مش ورايا حاجه. انا بقول لكم انا هوم الون دلوقتي فشوفوا انتوا عايزين ايه. هو يعني البريك بيبقى 30 minutes فممكن خليها 30 minutes. خليها. اي سيري ويك مي اب ان 30 minutes. May. The alarm is set for 12:09 p.m. يبقى 12:09 هنتقابل. اوكي تمام.
ماشي يا شباب انا هسيب الميتنج شغال لا ولا تعالوا نقفله عشان الريكوردينج ما يبقاش نص ساعه فاضي ماشي خلاص نبدا تاني ان شاء الله في 30 minutes شكرا يا جماعه عفوا مع السلامه